ما علاج من أصيب بالوسواس خاصة قبل النوم، حيث إنه مصاب بالأرق وتستدرجه الوساوس حتى يشك في التوحيد والعقيدة؟ وهذا أيضا بنفس الموضوع يقول: أصاب بالقنوط من رحمة الله وبأن الله لا يغفر لي بسبب ذنوبي، وأعلم أنها وساوس من إبليس، فكيف أعالج هذا الأمر؟ أعالجها بذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبعدم الاهتمام بها، تركها وعدم الاهتمام بها، ولا تبرك إن شاء الله. نعم.